اعتداء موسف على الزميل الصحفي الدالي، كيف ترى هذا الاعتداء ودوافع هذا الاعتداء؟ طبعا الاعتداء على أي مواطن هذا مدان ومستهجن، ناهيك أن يكون اعتداء على صحفي هو صاحب كلمة وسلاحه القلم لا يملك غيره. وإذا كان هنا المعتدون من قوات النظامية فينبغي أن تكون المواجهة في مواجهتهم أشد، لأن القوات هذه هي مطلوب منها إنفاذ القانون، لا اختراق القانون وتجاوزه والتعدي على الآخرين. وأنت تعلم أنه على عهد النظام البائد واحد من الأسباب التي أدت إلى الثورة في السودان وإسقاط النظام البائد أنه كان مهدرا لحقوق الإنسان في السودان، ومثل هذا الاعتداء يمثل إهدارا لحقوق الإنسان ما في ذلك الشك، ويمثل ردة عن الثورة التي رفعت شعارات وأعلت من كرامة الإنسان السوداني. ولأجل ذلك هذا السلوك مستهجن ومدان، وينبغي أن تتم في وجهه المحاسبة التامة. كنت أقرأ اليوم في الصحف أن الاستخبارات العسكرية أوقفت الذين اعتدوا على الصحفي الدالي وقالت أنهم يخضعون للتحري والتحقيق ويخضعون كذلك للمساءلة والمحاسبة. هذا بس لكم نحمده، وفي نفس الوقت هذا السلوك الذي صدر من هذه المجموعة سلوك مدان ومستهجن. لماذا تتكرر الاعتداءات من القوات النظامية على العزل؟ تعرف واحدة من الأسباب التي تجعل القوات النظامية حينا من بعد حين تعتدي على أفراد ومواطنين مدنيين، كنت في واحدة من جلسات مجلس حقوق الإنسان وكذلك في بعثاتها التي كانت تزور السودان من بين حين وآخر، أن القوات النظامية في السودان تحتاج إلى أن تخضع لدورات تدريبية في حقوق الإنسان وأن تزود بهذه المهارات التي لم يكن النظام البائد يعبأ بها أو يخضع هذه القوات لدورات تدريبية بشأنها. كيف تتوقع أن تحسم هذه القضية ومنع تكرارها؟ بالتأكيد العسكريون عندما يقولون أنهم أوقفوا معنى ذلك أنهم أوقفوا، عندما يقولون أنهم سيسائلوا، لكن إيقافها وعدم تكرارها مستقبلا إنما يكون بتكثيف الدورات التدريبية للقوات النظامية في مجالات حقوق الإنسان وقوانينها. ألا تشكل هذه الحادثة يعني نوع من انتهاك الحريات الصحفية؟ الصحفيون يحتاجون إلى حماية، إلى أن يقولوا رأيهم بكل شفافية، وأن يكون الرأي والرأي الآخر مطروح للمواطن. هو بحسب ما قرأته في الحادثة والواقع أنه كان الصحفي علي الدالي قد تدخل في أمر حادثة مرورية وتهجم عليه هؤلاء، فالأمر لم يكن خاصا بانتهاك لممارسة الصحفية بالأصل، لكنه يحمل صفة أنه صحفي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحمن الأمين الكاتب الصحفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.